تحت رعاية ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة فارس فريق فيكتوريوس عثمان العوضي بطلا لسباق افتتاح موسم القدرة الدولي لمسافة 120 كيلومترا. كما شهد السباق حضور الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الملكي. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز فريق فيكتوريوس بالمركز الأول في السباق، مشيرا سموه إلى أن تتويج فيكتوريوس يؤكد النوايا البطولية للفريق وأنه مستعد تماما لمواصلة تحقيق البطولات على الرغم من المنافسة القوية في الموسم، مشيرا سموه بحصول فريق الرعود على المركز الثاني وبالمستوى الذي قدمه الفريق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباق افتتاح الموسم شهد المنافسة في جميع مراحله، وما زاد من قوته مشاركة نخبة من فرسان البحرين وعدد من فرسان أوروبا وغيرها من الدول، والذي ساهم في إعطاء السباق طابعا فنيا قويا خاصة بعد أن شهدت المنافسة سرعات جيدة، مشيدا سموه بالمشاركة الواسعة ل 160 فارسا وفارسة على مدار اليومين. عن المستوى التنظيمي للسباق أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة بتهيئة الأجواء المثالية للإسطبلات والفرسان وإخراج السباق بأفضل صورة وسط إجراءات تنظيمية مميزة وتطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا، مبينا سموه أن الاتحاد أجرى أكثر من 1000 فحص لفيروس كورونا للمشاركين والجهات العاملة في السباق. من جانبه عرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم ومتابعة سموه المتواصلة لسباقات القدرة، مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم والمتابعة ساهما بتحقيق كامل النجاح في سباق افتتاح الموسم، وهو دافع كبير لمواصلة النجاحات في السباقات القادمة، موضحا أن خروج السباق الافتتاحي بهذا المستوى مؤشر بأن السباقات القادمة ستكون مثيرة وحماسية من كافة الإسطبلات والفرسان، مبينا سموه أن بطولة العيد الوطني القادمة ستكون أكثر إثارة وندية. أنا دائما أشجع المنافسات، دائما أشجع السباقات إذا اشتدت. هذه المرة الحقيقة أبهرني التنسيق وتنظيم الإجراءات الصحية، لأن ما في أحد دخل قرية القدرة إلا ومفحوص كان، يعني فحصنا تقريبا فوق 1000 شخص، وتم عمل يعني إجراءات دخول وخروج وغيره، ففي تشديد ولو يعني هذا الوضع، لكن شو نسوي؟ بس إن الواحد على الأقل يحط الاحتياطات ويقوم بالاحتياطات الواجبة والحافظ الله. طال عمرك للسباق الثاني تم تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن السباق الأول كان 160 مشاركة، اليوم أيضا مجموع أمس واليوم 160، فبلا شك أن هذه بداية طيبة وتأكيد على مكانة القدرة وتطويرها، اللي طول العمر لكم دور كبير في هذا الموضوع. الحقيقة اليوم أنا اللي فرحني أكثر أني أنا رحت اليوم زرت مكان اسطبلات الأهالي اللي تبنى، أشوف فيها الخير لأهل الاسطبلات وأشوف اسطبلاتهم إن شاء الله اللي نبنيها لهم تمكنهم أن تكون عندهم اسطبلات زينة، تعطيهم الإمكانيات وتعطيهم الأراضي والمساحات أنهم يتدربون. هذا أكثر شيء فرحني. الشيء الثاني اللي فرحني هو الحوافز اللي نحطها حق المشاركين يكملون كل مرحلة وأخرى ويخلصوا السباقات. فإحنا اليوم جهدنا الأول والأخير شنو؟ مصلحة الناس وفرحتهم والاستفادة لهم الحقيقة. يعني طول عمر سباق اليوم كان خليط في الواقع من الجنسيات المختلفة، يعني من الأرجنتين، من فرنسا، من البحرين، من معظم الدول الله يسلمك. هذه تأكيد بأن أصبحت القدرة البحرينية تلفت نظر الفرسان. صحيح صحيح، اليوم الحمد لله يعني عندنا مشاركين من دول مختلفة، من أستراليا لجنوب أمريكا لأوروبا،
يعني دول عربية موجودة معانا، فالحمد لله مملكة البحرين عمرها ما تراجعت في المستوى، بالعكس كل مرة ونتقدم، بالذات إن حطوا لنا قوانين أتعبتنا، أتعبت الخيل، حاولوا يقصرون من السرعة، حاولوا يسوون قوانين وعراقيل، قلنا نحن نتكيف معها ونتدرب على هذه كتحديات وليست عراقيل، فتقلبنا على التحديات ولله الحمد.